السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال اللي بيقول اللي اشتريت بيبان جديده لونها اسود، عاوز اشيل طبقه الاسود دي، طبقه اللون الاسود ده، علشان خاطر مش هو ده اللون الاصلي بتاع الفابريكا بتاع العربيه، وارجع ارش شويه بطانه رصاصي وكلام من دون. يعني هو بص، احنا هنكلمك من حته الحمايه والمتانه. البرايمر الاسود ده، بص لو جينا بصينا، بص الباب من جوه كله واخد، حتى جوه العظم نفسه لو جيت خدت بالك هنا كله واخد اللون الاسود ده. ليه؟ ده متغطس في حوض اسمه الاي دي. البرايمر ده اسمه البو. البرايمر ده لما بيكون في عربات فابريكا بيغطسوها في احواض، ده اقوى حاجه على المعدن بتاع العربيه. لو جيت بصيت هنا كده، بص هتلاقي حتى بعد عمليه ازاله الاسود دون، اذا كان في خربوش هنا او حاجه، بياخد ايبوكسي او بياخد فيلر طري على طري، وبعد كده اللون هتلاقي الاسود لسه قاعد في الخربشه اللي هي بتاعه المعدن، لان هو حاجه قويه جدا بتلتصق بالمعدن، يعني اقوى من الفيلر، ويمكن تفاعلها مع المعدن افضل من الايبوكسي برايمر اللي هو يعتبر اقوى نوع برايمر واقوى من الفيلر كمان الايبوكسي ده على المعدن. فاللي ننصحك بيه، لا ما تشيلهوش طبعا. انت جاي لك يا عم هو الباب دون، الارضيه بتاع انت مثلا عربيتك لونها فضي، الارضيه لونها رصاصي، انزل شويه رصاصي فيلر طري على طري لونه رصاصي، او شويه بيسكوت لونه رصاصي، بس الافضل طبعا تنزل فيلر طري على طري وترجع للدعم الفني، وبعد كده تنزل باللون والورنيش. هو ايه اللي هيجي مثلا لو انت حابب تبيع العربيه او تشتري العربيه، حد هيجي يصنفر عشان خاطر يكشف الاسود بتاع الباب، ولو حد كشف ايه المشكله؟ الوضوح دايما حلو يا رجاله. انا اشتريت باب جديد لعربيتي وركبته، ايه المشكله؟ ما فيهاش اي حاجه. انما تشيل ده وتنزل بقى شويه فيلر او شويه رصاصي عشان تبقى عملت الفابريكا، انت كده بتشيل اقوى ماده على العربيه، وده ما ننصحش بيه بصراحه. يا اما ممكن لو انت هتشتري بيكون فيه من الحاجات دي الوان، تشوف انت اللون الاصلي بتاع العربيه ايه، اللي هو القلب ولا عليها كان لونه رصاصي ولا لونه اسود ولا لونه اخضر ولا رصاصي فاتح ولا غامق، بيكون فيه احيانا قطع غير لون غير اللون الاسود، عادي تركبها مفيش اي مشاكل يعني. بس ده اللي حبيت انصح بيه بصراحه. حاول البطانه دي ما تشيلهاش، دي يعني لو شلتها ما فيش حاجه هتعوضها غير اذا رشيت ايبوكس برايمر لون رصاصي مثلا، لو انت عايز يعني تدي رصاصي. حتى الفيلر مش هيكون قوي زي الماده دي، الماده دي اقوى ماده عازله للمعدن دون من الصاده والبرومه والرطوبه والكلام ده كله. اللي عنده اضافه حوالين الموضوع دون، او بيشتغل بطريقه بيتصرف بيها مع الحاجات دي، يسيب لإخواته في التعليقات يا رجالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.